مرحبا، معكم مهندسة ماريا بمعلومة على الطاير. اليوم بدنا نشرح كيف نستخدم الـ Conversion Table. البداية عندنا هذا السؤال، بحكي إنه في طيارة بتستخدم 5320 جالون بالساعة من الكيروسين، والطيارة هاي بتشتغل 14 ساعة باليوم، والكيروسين يستخرج من 7 طن كرود أويل، بيستخرج منه 1 طن كيروسين، معطيني الكيروسين density ومعطيني البرودكشن للكرود أويل طنز بير يير. أول شيء بدنا نعمله الدنسيتي، انا معطيني اياها اللي هي 0.965 تمام جرام بير سنتيمتر تكعيب. الطريقه اللي راح استخدمها بالكونفرتنج اللي هي طريقه الجدول، كل قيمه عندي هون بدي احولها. هلا لو نرجع للكونفرجن تيبل، هون معطيني انه كل سنتيمتر تكعيب، وين اللي هو فوليوم، كل 10 قوه 6 سنتيمتر تكعيب بعطيني 220 امبيريكال جالونز. فبروح بحولها كيف؟ بحكي إنه أنا عندي كل 10 قوة 6 سنتيمتر تكعيب تمام مقابل سنتيمتر مشان يروحوا مع بعض على 220.83 جالون تمام. هلا صارت عندنا القيمة 0.965 تقسيم 220.83 واللي هي 4.3 جالون. آخر إشي اللي هي الـ Each Plane Mass Consumption، كيف إحنا بدنا نعمل هاي التحويلات؟ البداية أنا معطيني اللي هي قيمة استهلاك الجرام بير داي اللي هي الماس فلوري، طلعناها بالسؤال اللي قبل، هي عبارة عن 3.24 ضرب 10 قوة 8 جرام بير داي. هلا أنا بدي هاي القيمة بالطن بير يير، فعندي تحويلتين، بدي أحول الجرام لطن وبدي أحول الداي لير. نبلش بالداي لأنها أسهل، بحكي إنه السنة فيها 365 يوم داي تمام في 1 يير. الداي مع الداي رح تروح، هيك احنا حولنا لير. نيجي هلا من جرام لجالون، انا لو اجي هون بشوف انه من جرام لطن عفوا، ال 1000 جرام عباره عن 0.001 متريك طن، فبحكي قبال الجرام بروح بحط جرام، يعني 1000 جرام 0.001 جالون. الجرام مع الجرام رح تروح وبتصفي عندي القيمه النهائيه 1.18 ضرب 10 قوه 5 طن بير يير. اخر شيء البلين نمبر، البلين نمبر عباره عن استهلاك الكامل بالسنة على استهلاك الطيارة الواحدة، بيطلع معاي عدد الطيارات 4864 طيارة.